نرحبوا بقناة أخبار الفرج المغربية برئيس مجلس إقليمي عملات المضيق. كيفاش قادم هذا الدور الاستثنائي ديال شهر مارس 2024 ديال مجلس عملات المضيق في نير؟ أولا كنشكروك على الاستضافة، كنشكروك على المواكبة ديال الدورة الاستثنائية في شهر مارس ديال مجلس عملات المضيق في نير، اللي كانت فيها واحد 6 ديال النقاط، اللي اغلب النقاط اللي كانت نقاط اجتماعيه باستثناء يعني حتى النقطه الاولى اللي كانت جات بناء على التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره، كذلك ايضا توجيه في اطار البرنامج الحكومي، وكذلك ايضا في اطار البرنامج الاقليمي المتعلق يعني بالحفاظ على نبره الماء الصالح للشرب. كما كتعرفوا بان عماله المضيق في نير هي عماله جد منطقه خضراء. الان كاين واحد المشروع ديال اتفاقيه الاطار اللي مجلس العماله هو صاحب المشروع فيما يتعلق يعني بتوسعه شبكه السقي بالماء المياه المعالجه مدينه غير شمال مدينه المضيق، كذلك ايضا مدينه مرتيل، يعني التوسعه ديال الشبكه ديال الماء استعمال المياه العادمه في سقي المناطق الخضراء وقطع مع السقي بالمناطق الخضراء بالماء الصالح للشرب. النقطه الثانيه ايضا اللي هي جات جد مهمه هي متعلقه يعني بالاحياء الناقصه التجهيز اللي كتشمل مدينه مرتيل ومدينه المضيق ومدينه القنيطره، اللي واحد التكلفه الاجماليه ديال 20 مليون ديال الدرهم، اللي فيها مجلس جهه طنجه والحسيمه هو شريك اساسي بواحد المبلغ ديال 10 مليون ديال الدرهم، كذلك ايضا الجماعه الترابيه سواء الجماعه ديال مرتيل او ديال المضيق ولا ديال الفنيدق، كذلك ايضا مجلس العملاء شريك في هذه المشاريع اللي غتستهدف واحد المجموعه ديال الاحياء في اطار الاتفاقيه الثانيه اللي غتكون اتفاقيه كبيره مع وزاره الاعداد التراب وكذلك ايضا ديال التعمير وسياسه المدينه، اللي غتشمل مجموعه ديال الاحياء ناقصه التجهيز بكل من مدينه مرتيل وفنيدق والمضيق، كذلك ايضا المشروع اللي هو مشروع جد مهيكل هو ديال مركز الاستقبال، هذا مشروع مدينه مرتيل اللي غادي يكون محادي للملعب البلدي بمرتيل، اللي غادي يكون فيه تقريبا نسخه مصغره من المركز ديال بوزنيقه، اللي غادي يكون فيه المراكز ديال الايواء بالاضافه للقاعات المتعدده التخصصات ديال الندوات سواء الانشطه الثقافيه الرياضيه، اللي غادي يساهم انه يحرك يعني حي الرميلات ويخرجها للعزله، اللي الان كنشاهدوا ان الحي ديال الرميلات غادي تفتحوا واحد المجموعه ديال الطرقان من اجل تسهيل الممر يعني الولوج الى الملعب، حركه اقتصاديه كبيره في حي الرميلات. غادي ممتاز. كذلك ايضا واحد لافونتاج بالنسبه للفروق المستقبليه اللي غتكون كتلعب بالمبيت البلدي ديال مرتيل، انها غتكون الاقامه بجنب يعني الملعب قريب وغتكون يعني سهله حتى للتدريب. هذه اضافه، بالاضافه للمشاريع الاجتماعيه اللي غتكون في الجامعه ديال العليين، كاين ثلاثه ديال المشاريع مع شركات اللي نائله المشروع ديال الطاقه الريحيه في اطار البرنامج الاجتماعي ديالها، غادي مجلس العماله انه غادي يكون شريك فيما يتعلق يعني باقتناء وحده ديال المتنقله الخاصه بمرضى القصور الكلوي كل من الفنيدق والمضيق والعليين وباليونس، وكذلك ايضا مرتيل، يعني هذه كانت معاناه كبيره كيعانوا من المرضى ديال القصور الكلوي فيما يتعلق بالتنقلات خاصه مدينه المضيق وبالجماعه ديال باليونس والعليين. الان ان شاء الله حنا في طور اقتناء هذه الوحده او الوحده المتنقله اللي غتسهر وتخفف من معاناه هذا مرضى القصور الكلوي، كذلك ايضا الاتفاقيات الاخرى المتعلقه باطار المبادره الوطنيه المتعلقه بالبرنامج الاقليمي للحد من ظاهره التسول والتشرد، ايضا مجلس العمل منخرط فيه، والاتفاقيه الاخيره هي بناء وحده ديال الوقايه المدنيه، ايضا مجلس العمل مساهم الاتفاقيه هذه الى جانب المديريه الاقليميه للوقايه المدنيه، وهذه هي الخلاصه ديال الدوره الاستثنائيه
كنتمناو التوفيق ونكونوا عندنا حسن الظن ديال صاحب الجلاله كذلك ايضا ديال الساكنه ديال عماره مندب قجا تحيه لقناه البرج على واجبنا هذا واجبنا نتمناكم التوفيق سيد رئيس مجلس العام لتنظيم سي احمد الحول غني على التعريف